الدوري الانجليزي لكرة القدم. الكرة دي فن ولعب بالسنة اللي قال دي مدرسة اوروبا الدوري تعيش معاه اتفرج بقى على الاستاذ. تحليل خطير مش اي كلام مع ميدو سيف وحزم امام، يعني الموضوع ما فيهوش هزار. ستارز اوف فانتسي يلا مساء الخير، يوم جديد من ستارز اوف فانتسي، والنهارده حازم امام بيعود لقواعده سالما واول مره من اسابيع كتير. مش فاكرين قد ايه حقيقه اخر مره كسب حازم، ولكن واضح ان الراجل اللي شغال لحازم رجع من بره الحمد لله صالحه. وحازم بيتفوق النهارده على ميدو. مبروك يا ثعلب. ازيك يا سيف؟ بارك ايه؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ كله تمام، رجعت الامور لنصابها الطبيعي. هو عامل كريم مكتئب ولا ايه؟ مش عارف. كان عندي ثلاثة مدافعين بتوعي، الثلاثة اتصابوا. ما بدأوش. ليه؟ والله ما اتصابوا. سوينش هو لعب. ممكن اسألك سؤال؟ ايه؟ حياة ولادك النضارة دي بتاعت مين؟ والله بتاعتي. لا طب دي بتاعت مين؟ لا دي حاجات خاصة. اكسسوارز. بص اقول لك بصراحة. ايوه. اقول لك بصراحة؟ ايوه. انا اتفرجت على انترفيو لمحيي اسماعيل من يومين. جامد جدا. مع مدام اسعاد. مع مدام سعاد يونس. حسيت ان في ناس معدياني بمراحل. فقلت لازم اوصل لهم. فدلوقتي انا في مرحله ان انا بحاول اوصل لمحيي اسماعيل. بس انا برضه شايف انك عاقل بزياده. انا عايز اسال سؤال، دي السلسله دي انت خبطتها من البيت وانت لا والله لا 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 شغل ده حاجه. بص خلي بالك انت حازم عارف القصه ايه. انا من زمان جدا كل الاكسسوارز دي انا كنت بنزل اشتري في الماركتس في لندن، انزل اشتري اكسسوارز بس. يعني انت في البيت فاصل الاكسسوارز دي طبعا كله على بعض كله فتش شوارع. لا احنا احنا في مره واحنا في اسبانيا بنشتري نظارات، فانا جبت نظاره طبيعيه، هو فجاه جاب نظاره فيها ميه، دي اللي طالع بيها في الاستوديو الصفرة دي. راح يعني راح انا احب اكتر حاجه غريبه في البتاع. فاكر الجزمه وطلع بيها؟ فاكر الجزمه نيو بالانس؟ الجزمه دي لكن الحته دي بتاعتك بتاعتي يعني لو حد دور في البيت دلوقتي مفيش حاجه ضاعت الدنيا تمام. كل الحاجات دي والمجوهرات دي وكل دي حاجه شغل مجوهرات. شغل عالي عادي شغل جامد يعني. شغل كبير. ايه الاسبوع ده ايه اللي حصل؟ لا يعني هو طبعا هو على فكره هو مستواه ما انا مش الاسبوع اللي فات قلت لك الاسبوع ده اخر اسبوع لميدو خلاص. لا دي حقيقه. والله العظيم دي حقيقه. انا بس حصل لي ظروف في حته الكابتنه بس المشكله اللي عندي حصل لي ظروف لا يمكن تحصل لاي حد. الثلاثه المدافعين بتوعي ويليامز من نيوكاسل وماتب طريقه لعب ماتب لان هو لو لعب برضه هيخش يجوت ما تحسبش حساب بس ما اخدش صفر يعني مشارك الطريقه نقطه زياده لان انت المينيمم لازم تحط ثلاث مدافعين فاضطريت ان انا احط ماتب لان برضه الرابع بتاعي كان مصاب. فدول اللي عملوا معايا مشكله طبعا وطبعا الـ كنت انا مكابتن فيرمينيو. فيرمينيو يعني طبعا ما عملش اي حاجه. كان عندي احساس قبل الماتش ان هو ممكن قدام توتنهام توتنهام مش في احسن حالاتهم ان هم يعملوا حاجه دي فرقتك اللي على الشاشه. ماتب 0 بوينتس طبعا. الجول كيبر بتاعي حطيت الجول كيبر بتاع ساوثهامبتون شال 9 بس عمل 6 سيفز في الاخر خد 0 بوينتس. لو ما كانش عمل يعني هو شال 9 كان بالماينس. كان هيبقى بالماينس جامد. في حاجه اسمها 9 طلب منهم واحد بدري اعلى نتيجه قوي اعلى نتيجه قوي في البريمير ليج. لسه فرقه في فرقه مش قادره تقف يعني فرقه مش قادره تقف. انت فرقه مصر 2 3 اتفرجت على انتر. بص بوريك العقليه واهميه ان انت يكون عندك في الفرقه لما اكون ماسك فرقه متوسطه اهميه ان يمكن انت يكون عندك لعيبه لعبوا في انديه كبيره عشان ينقلوا المينتاليتي بتاعتهم للعيبه بتاعتك. شفت انترفيو حازم لجيمي فاردي بعد الماتش مع جاري نيفل في سكاي. فبيقول له فجاري نيفل يعني بيقول جيمي فاردي بيقول له يعني الطبيعي ان انتوا كسبانين 5 الشوط الاولاني الطبيعي ان انتوا يعني ايه الشوط الثاني ان انتوا هتنزلوا بريتم جدا. قال له في اوضه اللبس ايفنز كان بيلعب في مانشستر يونايتد قام وقف في اوضه اللبس وقال لهم عارف ايه يا حازم؟ قام وقف وقال لهم احنا النهارده عندنا فرصه ان احنا نضرب الريكورد لاعلى نتيجه في البريمير ليج. لازم نموت نفسنا ان احنا نعمل اعلى نتيجه في البريمير ليج. بص العقليه. فبيقول لك ان المسج دي جت لنا ونزلنا الشوط الثاني بنلعب بنفس الريتم وبنلعب بنفس الاسلوب عشان عايزين نضرب الريكورد لاعلى نتيجه في البريمير اعلى نتيجه في البريمير ليج. فبيوريك ان عقليه ليستر عقليه مميزه جدا. براندن روجرز مدرب كبير
كان في ليفربول تحت ضغط كبير جدا وكان بينافس على البريمير ليج لولا اخر الماتش طبعا بالزحلقه المشهوره بتاعه جيرارد في ماتش تشيلسي. راح سيلتك اشتغل في سيلتك كويس جدا وكسب معاهم بطولات وكان شغال كويس جدا, ولما رجع على ليستر واضح ان هو نضج بشكل كبير. فرقه محترمه بتلعب كره كويسه جدا وبيلعبوا على السترينث بتاعهم على القوه بتاعته. فاردي بيلعبوا كره حلوه جدا, بيلعبوا في المساحات لفاردي, وفاردي في سنه 2019 تاني لعيب جايب اهداف بعد اجويرو, هو جايب 19 هدف في 2019, لعيب كبير هاتريك, ويا بخت اللي كان مكابتن فاردي خد على الاقل 40 نقطه. حسن شفت امبارح ليفربول وتوتنهام, شفت امبارح مانيو وضربه الجزاء تدرس كره من العدم, الاصرار اللي عنده اللي هو اتاخدت منه مره واتنين هو مكمل للاخر. لعيب قوي ولعيب سريع ولعيب عنده مهاره مختلفه ولعيب مهم انك انت دايما تقاطع على كل كره, ان الكره خلاص راحت والراجل خدها وبيلف بيها ولبس الراجل البنالتي ولبس بنت راح جاي حاطط رجله قدامه عارف انه هيشوط وعارف انه هياخد الكره. لعيب كويس جدا ليفربول بصراحه بشكل كبير. بعد الجول ما دخل فيهم في الدقيقه الاولى سيف ضغط, الشوط الاول ما بيطلعوش من نص الملعب توتنهام, الشوط الثاني ضغط متواصل, دي هي قوه ليفربول, انت بيضغطوا بخمس ست او سبع لعيبه كلهم ضاغطين لقدام بيلعبوا الكره لقدام, كره سريعه جدا, الباكين طايرين يعني روبرتسون والكسندر على طول طايرين وكروسات كتيره جدا, فابينيو اللي عامل دور قوي جدا في نص الملعب بيضغط على طول وعلى طول بيلعب لقدام, يعني مفيش حد بيلعب يعني مش تلاقي ليفربول ده مثلا بيجي كرول هندرسون يلعبها لورا, دايما كل اللعب لقدام قليل قوي تلاقي ليفربول ده بيلعب كوره لورا غير لما بيبقى كسبان مثلا وعايز يهدي ريت, لكن على طول عايز يجيب واحد التاني سرعه كبيره جدا جدا. بصراحه بيعملوا من احسن الفرق اللي بتعمل ضغط وحاطه الفرق اللي قدامها تحس يعني توتنهام فرقه كبيره. باس تاني بيشيل اريكسون بيشيل محدش يعني بيجيب حد دلقالي ما جاش لحد الدقيقه امبارح 90 والدقيقه 91 واربع دقائق وقت بدل ضايع وبرده شغالين وبيحاولوا اكتر من فرصه سيف هي نظريه ان انت بتضغط على فرقه ضغط ممكن تعمله على فرقه صغيره ما عرفوش يلوشوا, لكن معاك لعيبه كبيره بتضغط فتروح ملوش يعني اريكسون مش عارف يطلع بالكوره, دلقالي مش عارف يطلع بالكوره, سيسوكو مش عارف يطلع بالكوره, كل شويه واحد يعدي من واحد يلاقي التاني في وشه واخدها وطلع بيها. انك تعمل الضغط ده على فرقه زي توتنهام, اي نعم عندها مشاكل طبعا كتير الفتره اللي فاتت, توتنهام وصل دلوقتي المركز 11 دي اول مره تحصل من زمان جدا جدا جدا, في مشاكل لكن اللعيبه نفسهم لعيبه كويسه, انك تعمل فيهم كده 60 70 دقيقه كتير قوي, فرقه في الضغط قوي جدا. فرقتك اللي طالعه ورانا فرقتك دلوقتي هتطلع على الشاشه. انا مشكلتي عندي يا سيف دايما طلع من اول ما ابتدينا السنه دي هو الكابتن بتاعي, عمري ما اخترت كابتن وجاب اجوان, هي دي مشكلتي يعني. عارف ستيرلينج كان هيبقى انا عامله فايس, لو كان الاستاذ اجويرو ما نزلش كنت انا بقيت بدل 11 22 كان نطيتني بقى فوق 11 بتاع, لكن جوارديولا طبعا راح منزلوه في اخر 7 دقايق ولا عمل حاجه ولبسني الكابتن وخد نقطتين. ابراهام معقول عمل اسيست, اوميانج بقى له فتره مش شايف, جيمس على فكره كويس جدا يعني لعب في البريمير ليج اخر ماتشين كويس قوي, في اليوروبا ليج عامل شغل كويس, ستيرلينج طبعا كويس, يرمينكو عمل جون, ويرمينكو من اللعيب الاوكراني طبعا لعيب حريف وكان السنه فاتت عمل موسم كويس والسنه دي ابتدى يرجع كان عنده اصابه ورجع. برناردو يعني دايما بشوفه هيعمل حاجه كويسه. الثلاث سيدباكات معقولين يعني, طبعا سوينشو جاب 6 والباقي 2 في 2. ما عنديش حاجه صعبه قوي, هي اللي مضايقاني بس موضوع الكابتن, انا دايما مشكلتي في الكابتن بصراحه ما بكستفدش منه خالص. يعني بص هو حتى اجويرو كابتن واجويرو باين جدا ان هو مش هيبدا. ليه باين ليه؟ الماتش اللي فات ما لعبش, المفروض يلعب بقى الماتش ده. ليه ماتش اتلانتا لعب؟ لا في الشامبيونز ليج هو ما بيلعبوش ماتشين في الدوري يعني, هو مش لاعب دوري خلاص طول عمره. لا هو بالعكس ده هو ما لعبوش ماتشين ورا بعض, هو ما بيلعبوش ماتشين ورا بعض كل اربع ايام عشان بيخاف عليه ان هو يتعور, وهو قايل كده في الميديا. طب ما لا 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 ليه؟ ما والله ما هو لعب ماتش اتلانتا وجاب جول الماتش الاولاني اللي فات في الدوري, هو بينقي له الماتشات, فهو انا في رايي ان هو طالما مش هديك يعني نصايح بس نطلع فاصل ونرجع قبل ما الشباب يتنسح بعض ونشوف ميدو هيحضر ايه وهيلبس ايه المره الجايه ونرجع لكم تاني. الجولة العاشرة, الجولة العاشرة طبعا سكور يعني اعلى سكور في تشامبيونز ليج زي ما احنا شايفين, ليستر سيتي 9 تجوال زي ما ميدو قال, حاجة الحقيقة يعني
ماتش رقم كبير جدا. ليفربول داخل مريح قوي في الدوري ولا الامور لسه صعبه؟ لا لسه لسه لسه. خلي بالك الفتره بتاعه الكريسماس وبتاعه بتاعه الاعياد بوكسنج داي بيبقى فيه ضغط ماتشات كبير جدا، ممكن اي فرقه يحصل لها تويست، ممكن يحصل لها تبعد عن التراك بتاعها. هو ذكي جدا في عنده بدايل يعني، حتى الماتش فات ست نقط مش كتير فرق مين. مش كتير مش كتير. خلي بالك ان الماتشين اللي هيلعبوا بعض ممكن يجيبهم يعني. وخلي بالك ان 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 السيتي دايما يعني بيبقى في الدور الثاني احسن، الدور الثاني بيبقى احسن بشكل كبير. ليفربول انا في رايي ان كلوب بيتعامل بذكاء كبير جدا على العامل النفسي، يعني بيقول لكل لعيبته حتى ما تبصوش للسيتي، ما تفكروش في الدوري، فكروا في الماتش بماتش. شغال كويس جدا. في رايي ان هو اتعلم من اخطاء الماضي، اتعلم من اخطاء روجرز. روجرز في السنه اللي كان ممكن يبقى قريب فيها انه يكسب البريمير ليج، الضغط نال من لعيبته وهو ما عرفش يتعامل مع الضغط بشكل جيد. في رايي كلوب مدرب كبير جدا، كوره زي ما حازم قال، وطريقه الضغط والريتم العالي اللي بيلعبوا بيه على طول، والعقليه بتاعه اللعيبه، التصريحات وكل حاجه الحقيقه جوه الملعب وبره الملعب. شايف الماتش اللي فات حازم، ماتش بتاع توتنهام، لو شفت الاوتات بيلعبوها ازاي وبيشتغلوا 3 4 اوتات متمرنين عليها، كره اتلعبت لصلاح، اتلعبت طويله وهندرسون بيلف يخش 18، واحده ثانيه اتلعبت لماني، جايب مدرب في الاستاف بتاع ثروينز بس، بتاع اوتات بس يعني، مدرب شغلته في مدرب شغلته بتاع السيت بيس بتاع الكره الثابته، جايب بقى السنه دي اضاف مدرب للاستاف بتاع الاوتات بس. يعني كل حاجه في التدريب كده دلوقتي، ان في مدرب مهاجمين ومدرب مدافعين ومدرب لا في يعني في مانشستر يونايتد، عندهم مانشستر يونايتد حتى مع مورينيو كان عندهم مدرب بتاع سيت بيسز بتاع كوره ثابته. النهارده انت بتتكلم في حتى في الدوري المصري يا سيف، في الدوري المصري في اخر 3 مواسم الاهداف اللي احرزت من كرات ثابته عارف كم في المية؟ رقم كبير جدا، 23%، يعني اولموست الربع. اولموست الربع، انت بتتكلم على جول من كل 4 تجوال في الدوري المصري مثلا على سبيل المثال، وده دايما الكلام اللي بنقوله لعيبتنا، جول من كل 4 تجوال، يعني معنى كده ان خمسه بس معظمها هتلاقي كورنر، مش ست بيسز حتى لو كورنر ما هتعتبر ست كورنرز يعني، اللي هي ففي مدربين عاديه، مش اللي هي مثلا اختراع في زي ما الكابتن جوي عملها في 98 مثلا، فاهم؟ لا انا قصدي ست بيسز عموما يعني. فالنهارده وقفتك الدفاعيه في الكوره الثابته وتنفيذك للكرات الهجوميه ممكن يجيب لك على الاقل ربع البوينتس اللي انت بتجيبها في الدوري. يعني لو جبت 60 نقطه يجيب لك 15 نقطه من الدوري. في مدربين بتهمل الحته دي، ومدربين كبار بيهملوا الحته دي. النهارده في علم التدريب الحديث لو ما خصصتش مساحه ومساحه جيده في التدريب بتاعك للكرات الثابته تخسر كتير. حازم، كابتن جوهري كانت الحته اتمرنوا عليها يعني 98 الفاول ده كنتوا متمرنين عليه؟ بص هقول لك حاجه، الفاول ده يمكن اسيف عملناه طول البطوله، كل ماتش نبدو نعمله، وكل ماتش الناس كلها تعرف احنا نعمل نفس الحركه وياخدوها مننا وما نعملهاش. الماتش ده وهو بيعمل كابتن انا رمزي اول ما جه فكابتن جوهري قال له اعمل اللي بتاع، فكلنا بقى خلاص يعني الناس كلها عارفاها اتعملت كذا مره، وكل مره الحركه اللي وهي بيتعمل تلاقي اللعيب واخدها وماشي ورجع ما استفدش منها. سبحان الله ربنا بقى لما بعيد دخلت على جنوب افريقيا اتعملت زي ما الكتاب بيقول بالظبط، ان انا راجل جه معايا وراح جايب مع كابتن سام اخو واخد الكوره حطها مشيت صح، الناس واقفه بتتفرج على الكوره تماما، طارق حطها بشكل صعب. انا كنت بدعي لهم، كنت انا راجل كنت الجمهور المخلص، التكرار دايما مهم يعني، كنت صغير انت امامي ما تزهقش. انا الماتش ده كنت بتفرج عليه في قهوه بلدي في التوفيق. فين في التوفيق؟ قهوه بلدي في التوفيق. ما تعرفش مساكن التوفيق مدينه نصر؟ يوسف عباس مساكن بتاعت ضباط الجيش. كنت يعني وبعدين قالوا ان المنتخب جاي على الاستاد، رحت على الاستاد بناش الاستاد، وسبحان الله بص ان كل النجوم الكبار دول اللي انا كنت بحلم ان انا اشوفهم حتى وهم جايين من البتاع بعد بالظبط. يعني انت رحت لهم على الاستاد؟ رحت على الاستاد وما جوش على الاستاد. كان عندك كام سنه؟ كان 98، كان عندي 15. بعد سنه لعبت بعد سنه ونص لعبت معاهم بعديها على طول، يعني بعد سنه ونص او قبل سنتين لعبت معاهم. بس كان بالنسبه لي يعني الجيل بتاع 98، الجيل بتاع 98 كان جيل جامد جدا جدا. كابتن جوهري الله يرحمه كان راجل سابق عصره، يعني ال 3 4 2 1 اللي لعبها كونتي بعد 15 16 سنه، صح حازم؟ 4 2 3 1 لا 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 ولعبنا 3 ورا فيها لا كتير لا انا قصدي ولعبنا برضه 3 ورا كتير طبعا لا في البطوله دي كمان في وقت لعبنا 3 ورا في ماتشات لعبنا 3 ورا لعبنا 3 4 2 1 اللي كونتي عملها بعديها سنه 2016. انت سافرت ميدو ورجعت ميدو تاني يعني
يعني سافرت عائل رجعت مجنون يا عم ليه طلع عليا عشان انا مجنون بجد والله يعني المدرب محترم لا انا مش اشاعات احنا بنتكلم على التاريخ تمام دلوقتي انت سافرت لا بس واحد بس الواد بس ميدو في صراحه هدي وفي كمدرب دلوقتي ايوه احنا مش بنتكلم دلوقتي ما بيتكلمش مفيش ولا بقى رياكشنز ولا اي حاجه آه دلوقتي انت دلوقتي ده كويس بنتكلم على الماضي انت سافرت ميدو ورجعت هو انا طول عمري زي ما انا كده انت سافرت هو اول مره شافني مع منتخب قال لك ده مجنون بس قبل ما يسافر ده عقل كده لا برضو السؤال مش كده هو سافر رجع زي ما سافر هو ما كانش يعرفني قبل ما سافر ما اعرفوش وانت شفته بعد قبل ما سافر كان عندي انا سافرت عندي 16 سنه 16 سنة اه وسافرت مجنون برضه لا هو انا طول عمري شخصيتي كده يعني انت السفر ده ما خافش من حاجة الحمد لله بشتغل وخليه على الله وكده يعني وما اتغيرتش هناك لا 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 يعني ما رجعتش بشخصية تانية بس لا لا لا. بس انا عايز بس هو هادي بصراحة يعني السنة دي لا ماشي كويس هادي في الدوري مش ما فيش تصريحات مطلعها بره التركيز بتاعه حتى لما بيحصل له مثلا حكم ما حسبش بتاع هادي ما بيطلعش زي زمان ميدو السنه دي متغير بشكل كبير الحقيقه دي برضه بتبقى خبرات بتكسبها مع الوقت انت كل عارف عارف اهم يعني. عارف اهم حاجه خلتني اهدى ايه ان انا بقيتش اتابع الناس تقول عليا ايه وبقيتش اتابع ودي نقطه مهمه جدا لنصيحتي لاي مدرب صغير او اي مدرب شغال يعني السوشيال ميديا لازم تبعد عنها لازم تبعد عنها لازم تبعد عنها وتدي اوردر للناس اللي شغاله معاك ان ما حدش يقول لك الناس قالت عليك ايه يعني انا ما فيش لا بالكويس ولا بالوحش يعني انا ببقى كسبان مثلا ماتش المصري كسبان يجي مثلا واحد شغال معايا مثلا يقول لي ده فلان قال عليك فاقول له مش عايز اعرف مش عايز اعرف انا شغال مش ارجوكم محدش يقول لي اي حد قال عليا ايه طبعا مع احترامي مش تقليلا من الناس اللي بتحلل لا انا مش يعني علشان ما تاثرش لان كده في الاخر هعمل شغلي وكده كده في الاخر انا بحاول اصلح اخطائي ومركز في الحاجات اللي احنا بتاعتنا وكل الكلام ده كله فساعات متابعتك زياده عن اللزوم وعلى فكره في مدربين كبار بيقعوا في الحته دي متابعتك زياده عن اللزوم للكومنتس اللي عليك وايه اللي بيحصل بتاع بتحطك تحت ضغط الضغط ده بقى هو اللي بيخليك ان انت توصل خلال ال 90 دقيقه ان انت تخش تعمل مشاكل مع الناس ان انت كذا فلان قال عليك الاسبوع اللي فات فعايز الاسبوع ده تطلع ترد عليه فلان انتقدك في حته فانت عايز ترد عليه بالطريقه الفلانيه بصراحه اول واحد نصحني النصيحه دي بصوره وديه وراجل طبعا انا بكن له كل الاحترام مدربين الكبار جدا في مصر اول واحد نصحني النصيحه دي من سنه ونص ايهاب جلال ايهاب جلال قابلني من سنه ونص قال لي اميدو انت مدرب يعني الحمد لله هو اشاد بيا بشكل كويس وقال لي انت هتتنقل نقله تانية كبيره جدا في عالم التدريب لو بعدت عن السوشيال ميديا ولو بعدت عن تركيزك مع الناس بتقول ايه عليك ودي من اهم نقاط قوه ايهاب جلال ان ايهاب جلال هادي جدا هو هادي فور ريزن لسبب هادي لان هو راجل مش مشغول بايه اللي بيتقال عليه فدي نقطه دي نقطه في رايي عملت لي تحول كبير جدا في مسيرتي التدريبيه ان 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 انت تفضل مركز في شغلك بس ومركز في اخطائك وايه اللي المفروض تعمله عشان تصلح اخطائك البعد عن السوشيال ميديا بشكل كبير بس احسن والله السنه دي الحقيقه فارق بشكل كبير لكن تقييمك لنفسك تكون انك عاقل ولا مجنون انت يا عم انت عايز تطلع عليا ان انا مجنون ليه مش كده والله انا بقول تقييمك لنفسك انت قعدت مسكتني 3 4 سنين بتتكلم على الفلوس خلاص انا دلوقتي بكلمك على الفلوس دلوقتي ابدا هتخش في الجنان ليه ما كلمكش على الفلوس دلوقتي ليه خلاص مرحله عدت نطلع فاصل ونرجع نكمل بقيه حلقه ليفربول ما زال في الصدارة 28 نقطة سيتي 22 نقطة والمنافسة ما بينهم جامدة جدا ميدو حازم قالوا لسه المشوار بدري ولسه اعتقد الامور لسه هتبقى صعبة الفترة اللي جاية بشكل كبير حازم السوشيال ميديا انت برضو مع مدرسة ميدو ولا انت مهتم بيها لا بقى طبعا بشوف يعني بس هو انت فاهم وانت مسؤول بتحطك تحت ضغط جامد جدا بتأثر اكيد في قراراتك بتأثر في رد فعلك السوشيال ميديا ليها حاجات ايجابيه كتير بتوريك حاجات كتير بتعرفك ناس بتعمل ايه بتعرفك حتى طرق اللعب ازاي بتعرفك تفاصيل كتير انترفيوز لناس بتتكلم بتعرف طريقه تفكيرهم ازاي وفي نفس الوقت ليها حاجات بس انت منين مهتمين بالسوشيال ميديا يعني بس انا بس انا اللي فات شفناك حاطط صور بمايوهات وبتاع بس مراعي سنك يعني انت شفت الصوره دي كنت انا وميدو
لا انت الوحيد. خلي بالك ان احنا مش عايزين نخش عليك. معلش انت يعني بجد لو يعني لو سخنا عليك عندي حاجات كتير. وانا عندي يعني بلاش الحته وانا عندي. وبعدين انت راجل دلوقتي داخل في حته معينه دايركشن معين ما ينفعش ان انت انت راجل محترم على فكره. ايوه وانا لما فكرت واحنا صيعه ما كلامنا بتاعنا وانا صيعه يعني انت راجل داخل في حته صيعه. صورة المايو دي كان بلاش بقى برضه بلاش خلاص بقى. اسمع مني خش على الجوله فكره الماتشات مش موجوده بتاعت الجوله بتاعت لا في بورموث مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد بقول لك قبل ما اسالك في الدوري الانجليزي امبارح كان معايا كابتن حسام البدري سالته سؤال كويس رد عليا رد قاطع خلص موضوع الشارة وقال ان الشارة بالادميه ودي كانت وجهه نظرك وانت قلت من لا وحتى هو قال ايه قال لك ده قرار مدير فني فاكر في حته في السوتيك ده قرار مدير فني لو هو واخده ياخده ان كان لازم مدير فني هو يتحمل قراره ويتحمل تبعاته يعني فده صح. عشان يخلص هو الموضوع ما اعرفش فتح ليه يعني يعني مش فاهم ايه احنا ليه بنعمل دايما مشكله من لا شيء هو مفيش مشكله يعني وبعدين فتحي لو مش موجود هيجي اللي بقى يعني مين اللي هيبقى موجود بعديه بعد كده حجازي صلاح يعني الموضوع مش وبعدين كلهم مع بعض مفيش المشاكل اللي هي مثلا محدش بيحب حد مش عارف مين عايش كلهم سهلة. مع بعض سهلين يعني. طب بقول لك ايه سالت سؤال تاني حازم برضو قال لي ما اقدرش ارد دلوقتي صعب قلت له تضم عمرو ورده. بص يعني انا شايف فنيا انت بتتكلم فني مع يعني هو لو مدير فني لو في حد عمل حاجه كويسه ولعيب كويس هياخده وجهه نظري يعني. عمرو ورد هل يستاهل يروح المنتخب؟ هي دي نظري كلاعب كوره في الوقت الحالي هو ده اللي هو يستاهل يروح المنتخب. انت شايف المساله لكن موضوع تدار فنيه لان الموضوع يعني خلاص بقى بيلعب وموجود في اليونان وكل حاجه الموضوع الناس كلها عندها مشاكل لكن هي هل فنيا هو عمرو يعني صالح انه يجي منتخب مصر دلوقتي؟ ما اعتقدش يعني دلوقتي انه يقدر يجي او مستوى ممكن في ناس احسن منه شويه او ممكن يجي بعد كده يكون كويس لكن هو ده اللي بيتكلم فيه. انا سمعت امبارح معاك هو بيقول لك انا لسه بفكر وعنده خيارات كتيره جدا قدامه الموضوع ده محتاج وقت وخلي بالك هياخد وقت ان كل ماتش شوط اكيد هيجيب ناس ممكن يلاقي ناس زي ما هو فاكر وفي ناس هيلاقيها لا مش زي ما هو فاكر خالص وهيطلعها ويستبعدها وناس هيبتدي يضمها تاني لكن هو عايز وقت وهي المشكله عندنا في مصر ان انت عايز الناس عايزاك على طول تعمل نتائج وعلى طول تبان انك بتلعب كويس مفيش حاجه كده اكيد هياخد وقته شويه اكيد ممكن هيتعب شويه لكن هو الضغوط انت سالته الاهلي اصعب ولا المنتخب؟ انت 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 رايك ايه؟ هو قال لي ساعتها عشان دي مش عارف وقعت مني. قال لي الاثنين عندهم صعب. الموضوع صعب، بص طول ما انت مش ماشي في بطوله ولا حاجه الانديه اصعب بكتير، لكن هي بطوله افريقيا او او ماتش مهم في كاس العالم بتلاقي ضغط عليك جامد جدا، لكن بتقعد طول السنه هادي ما عندكش مشاكل. عنده حمل غير الانديه، الانديه بتقعد طول السنه عند ضغط، لكن انت بتتحاسب حساب الملكين بقى في البطوله. فهي فرق يعني انت لازم تكثف قوي وتبقى مركز تلعب تشتغل هادي جدا طول السنه ما عندكش مشاكل ولا حد مركز معاك خالص كله مركز مع الزمالك والاهلي والحاجات دي لكن في البطوله لازم تعمل تعرف ان انت بقى دلوقتي لو ما كسبتش البطوله او ما لعبتش كويس انت عندك مشكله كبيره. الامور صعبه. ميدو قال لي امبارح على ايمن اشرف ان هو هيلعبه في مركز قلب الدفاع وايمن ما لعبش مع المنتخب في الحته دي ايمن كان بيلعب باك شمال فدي كانت بالنسبه لي مفاجاه جديده وقال لي ان هو عنده مشكله قدام بيستعين بكوكا يحل له القصه دي لان هو مش لاقي حلول للمساله دي لسه برضه. يعني طبعا ممكن يكون هو هيلجا لايمن اشرف في مركز قلب الدفاع لان طبيعه المباراه القادمه فيها استحواذ كتير وايمن كسنتر باك اشول بيطلع بالكوره كويس يعني عملها مع الاهلي كويس. طبيعه الفرق اللي هنلعبها في الفتره الجايه في التصفيات معظمها هتسيب الاستحواذ لمنتخب مصر خاصه على ملعبها. بتتكلم على كينيا بتتكلم على جزر القمر فرق متوقع انها ترد في نص ملعبها فايمن اشرف ممكن يكون عنده بعض المشاكل الدفاعيه في السرعات في الترنات في حاجات لكن طبيعه المباراه القادمه ممكن تكون تسمح ان ايمن اشرف يكون موجود سنتر باك بيبدا لك الهجمه من تحت بيزيد ورا الباك ليفت يقدر ان هو يعمل لك الجزء ده كويس فطبيعي. انا بقول ان المدرب هو الطباخ الوحيد اللي بيدفع فاتوره الاكل. المدرب هو الطباخ الوحيد اللي بيدفع فاتوره الاكل يعني ايه؟ النهارده حسام البدري بيعمل طبخته بيعمل الاكله بتاعته الحاجه اللي بتتجهز عشان هتطلع للناس هي اللي هتقدم للناس. انا بطالب الناس ان هي تدي الكابتن حسام فرصه عادله ان هو يشتغل وان هو
يوصل لافضل طريقه وافضل لعيبه تقدر تناسب شغله. طيب عشان في الاخر مين اللي حاسب على الفاتوره؟ هو حاسب على الفاتوره. بس انا عايز اسالك سؤال. لا بس هو اكتر واحد يعني هو اللي في الوش. لا لا ساعات الجاي دلوقتي. ايوه ماشي يعني. دي برضو دي صح. دلوقتي لو انت مالك دلوقتي لو انت مدير فني للمنتخب هتلعب بكوكا راس حربه وتلعب بالنني جنب طارق حامد؟ رد قاطع لو راي استشاري. بص انا قلت رايي في كوكا والنني قبل كده وقلت رايي يعني انا مش عايز برضو اسيف ان انا ابقى احنا نتكلم في مرحله فنيه. ما انا عارف انا برضو ايه اللعيبه دي مش عايز ان انا ابقى متحامل عليهم يعني ما بصراحه مش عايز اقول رايي يعني اول مره اقول لان برضو اللعيبه دي بني ادمين ومش عايز ان انا مين وكلامي. طب سيبك من السؤال ده. وانا عارف ان هم بيتاثروا بكلامي. انا هريحك. ان هم وصلوا لي ان هم بيتاثروا. ان هم انا هسهل لك السؤال. انسى الحته دي. لو انت مدير فني للمنتخب انت واحد من الناس اللي كانوا مرشحين تلعب بمين راس حربه وتلعب بمين الاثنين؟ لو انا المدير الفني لمنتخب مصر. أيوة. دلوقتي دلوقتي هلعب 4-3-3 هلعب 4-3-3 في نص مصر عندها لعيبه. مصر ما عندهاش نمره 8 على الدايره ولا لعيب نمره 8 على الدايره. نمره 8 في 2 في 4-2-3-1. وانا عارف ان هي مش طريق كابتن حسام. سؤال 4-2-3-1 ما انا عارف هي طريقته. ده بيلعب بيها بيلعب بالوينجرز بيخشوا لجوه بيتاكم في البوكتس والباك اللي ناحيته الكره دايما معلق. طريقه كابتن حسام معروفه وياما لعبت قدامه كمدرب. مصر دلوقتي عندها 2 لعيبه وطارق حامد ممكن ينقلوا منتخب مصر نقله تانية خالص. مين بقى؟ عمر جابر وزيزو. عمر جابر احسن لعيب نص ملعب في 3 على الدايره شفته جه في مصر من سنين يمكن من ايام ممكن من ايام عمر جابر. عمر جابر عمر اتفرج عليه مع بيراميدز ولا لا؟ هو بيلعب في الحته دي في بيراميدز؟ أيوة. يعني هاف رايت يعني هاف رايت على الدايره. بيلعبها كتير جدا يعني ماتش هو بيلعب على الدايره مع دونجا. لا وساعات في 4-3-3 بيلعبها يعني ماتش الاهلي الشوط الثاني. لا لا بس انا ما بتهيأليش ان البدري بيفكر في عمر في الحته دي اصلا في المنتخب. يبقى ما يروحش المنتخب. اقول لك ليه؟ لا بيلعب في المنتخب جنب طارق ممكن. لا لا بص لو عمر جابر هو حمدي فتحي يعني حمدي فتحي هيلعبه باك مش عمر جابر مش باك. عمر جابر أحسن. باك عنده مشاكل كتيره جدا دفاعيا وهجوميا. انما عمر جابر هاف على الدايره في 3 انت عندك ربنا كرمك دلوقتي. احنا المشكله زيزو بتاع الزمالك ده احنا ما عندناش حد من 10 كمان خالص في مصر. زيزو بتاع الزمالك ده حازم من احسن اللعيبه اللي جت الزمالك الفتره الاخيره في 3 في دي في 3 3 على الدايره سيف. هو ما لعبهاش بس يعني ميدو بيتوقع. انا بقول لك هو اصلا ده مركزه كان في ليرس والبرتغال بس ما لعبهاش في الزمالك. لعبها في الزمالك ده بالعكس ده لعب في الزمالك في 2 على الدايره 2 بس مش 3 لعب في 2 على الدايره لعب نمره 8 ده مركزه الاصلي. هو يقدر يلعب لك وينجر كراجل بيدافع كويس وراجل بيخش جوه وراجل انما انت عندك ناس تقدر تعمل لك الشيفت ده تقدر تعمله وتعمله بشكل كويس جدا. زيزو وعمر جابر يقدروا ينقلوك نقله ثانيه في ظل عدم وجود لعيب نمره 8 مميز يقدر ان هو يلعب جنب طارق حامد في ظل ضعف مستوى النادي. فتحي كويس يا مين دلوقتي؟ حمدي فتحي كويس السوليه يعني بيزيد جنب لو لعب طارق حامد بيزيد كويس. بس انا في رايي ان حمدي فتحي لو لعبت طارق حامد وحمدي فتحي هتبقى كانك بتلعب بدبل سكس. هو ازيب من طارق حامد في ان هو بيستريتش شويه بس هيعمل لك هي المشكله عارف ايه؟ احنا ما عندناش رقم 10 يعني ما عندناش عبد الله السعيد. عبد الله السعيد مع السن مش هيلعب حته صدقني حازم مع الضغط وقوه الماتشات مش هيقدر يلعبها. سيف سالني مش هيلاقي حد يلعب مكان عبد الله غير عبد الله. سيف سالني كابتن حسام عنده قناعه كبيره بعبد الله. ايوه عبد الله لعيب كبير قوي في مصر قوي بس على المستوى الدولي في افريقيا ما هو انا هي دي المشكله. هيبقى كويس قوي في الماتشات اللي جايه دي الماتشات كينيا والحاجات دي لكن في بطوله كبيره هتبقى عنده مشكله. انت سالتني سؤال مهم لو انت مدير فني منتخب مصر انت دايما كمدرب لازم تدور على الحلول في ظل ال 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 اللعيبه المتاحه بالنسبه لك او 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 مستوى اللعيبه في الوقت اللي انت مسكت فيه. حل منتخب مصر ان طارق حامد يلعب على يمينه عمر جابر وعلى شماله زيزو وثلاثه قدام طبعا اكيد منهم صلاح وتريزيجيه. عارف مين انا شايفه؟ صلاح وتريزيجيه والثالث. انا بقول لك ممكن انا اقول لك وجهه نظري عارف يلعب ايه 3-4-3. انت ما عندكش نمره 10 فلازم تستغنى. هي بقى دي ما بتمشيش خالص في مصر 3-4 دي خالص. ليه؟ عارف ليه؟ اقول لك ليه؟ انت ما عندكش نمره 10 غير عبد الله وعبد الله وجهه نظري يلعب. طب انا عايز استاذنك بس مين الاخير ده؟ يعني مش سهله يعني المهاجم في 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 ازمه في مشكله مش سهل. لكن لما مصطفى محمد يرجع مصطفى محمد هيبقى راس حربه منتخب مصر. مصطفى محمد ده مخلص منتخب اولمبي هيبقى راس حربه منتخب مصر ولازم ياخد فرصته. يعني اقول لك انا شايف وجهه نظري نمره 10 دي احنا ما عندناش غير عبد الله هو اللي لوحده في حته مفيش بدائل. قفشه ما يشتغلش من مكانه قفشه لسه جاي بقى ما اعرفش هيبقى عامل ازاي في الماتش. لا قفشه بعيد. لكن انت دلوقتي انت المشكله اللي حصلت لنا في بطوله افريقيا ايه او ان المكان ده عبد الله ما كانش كويس في البطوله فانت وقعت مش عارف تلعب. لازم بقى تشوف حاجه انك ما تلعبش رقم 10
وجهه نظري تلعب 3 4 3 تلعب ازاي؟ لان انت لما هتلعب مش موجود نمر 10 ده هتبقى 3 سيرد باكات مفرودين وينجين، وتلعب طارق حامد مثلا سي وحمدي فتحي او عمر جابر ولا حد، واثنين قدامهم صلاح وتريزيجيه هيلعبوا لجوه، فانت بالتالي انت خلاص ما بقتش محتاج نمر 10، انت بتلعب الاثنين دول لجوه لان الباكات طايره، فانت فاتح لبره على الونجات وتخلي صلاح وتريزيجيه يلعبوا من جوه ويبقى راس حرب، فانت بتخلي الحته بتاعه البلاي ميكر دي اللي انت محتمل دايما ان في واحد بيستلم ويروح، لا خلاص مش محتاجه، انت الاثنين دول بيلعبوا من جوه الملعب، فهيبقى المنطقه دي فيها نفس فكره منتخب ويلز بوكس فور لما كان بيلعبوا بيل وراموس مع اللعيبه المصري تقدر تشتغل بالطريقه دي. مش ليه بالعكس، اي على فكره انت هيبقى صلاح وتريزيجيه جوه من القلب ومع بيلعب زي ما صلاح بيلعب دلوقتي مع ليفربول، صلاح بيلعب على الوينج هي على فكره نفس فكره 4 3 3 بتلغي نمر 10، تسيب الاطراف مفتوحه للوينجات بتاعها عايز نفس طريقه 4 3 3 يعني، بس الفكره مختلفه، بس انت 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 ما عندكش نمر 10 فخلاص غير الشكل عشان تلعب من غير رقم 10، بس ما تبقاش دايما تحت رحمه لازم يلعب لي واحد بلاي ميكر، لو مش موجود عندي مشكله. انت مع ميدو في مصطفى محمد؟ طبعا ان شاء الله مع ميدو. طيب الله. الجوله ال 11 توقعاتك سريعا، فاضل لنا دقيقه. انا مش لاقي تعادل بورموث مانشستر يونايتد، ممكن اقول تعادل. هم اديني ورق ناقص يا جدعان. ارسنال لا اخر ورق اخر ورق هامبتون ارسنال بصراحه يعني مش عارف بيعمل فينا كده ليه والله العظيم. 2-0 والله انا بيتعادل 2. طيب بص على الشاشه ما يهمش. المخرج بتاع استون فيلا وليفربول. استون فيلا وليفربول، ليفربول هيكسب. حازم اللي بعده برايتون. برايتون ونورش. برايتون فرقه جامده جدا. مانشستر سيتي عملوا ماتش كبير. مانشستر سيتي سيتي طبعا شايفين بعد ماتش واقع لساوثهامبتون يعني سيتي هيكسبوا سيتي هيسابوا يا رب بقى حمس. هسيب اجويرو كابتن على فكره برضه شيفيلد اللي بعده لازم شيفيلد يونايتد وبيرلي شيفيلد نيوكاسل ويست هام ونيوكاسل تشيلسي يا ابني لسه واتفورد تشيلسي تشيلسي واتفورد ما كسبش ولا ماتش في الدوري لغايه دلوقتي ليستر 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 ممكن اقول ليستر بس ماتش صعب لازم تعادل تعادل انا تعادل ايفرتون ايفرتون وتوتنهام ده متهيألي اخر ماتش للراجل ده لو ما كسبش هيمشوه توتنهام هيكسب توقعاتك ان انت هتديهم له المره الجايه ولا هتيجي الماتش الجاي ان شاء الله الحلقه الجايه انت الدنيا تمام قابلنا باذن الله هبقى سلام يا جماعه انا بحييك على على اللوكيشن اللي انت عامله النهارده والسيستم اللي انت متعايش فيه خلي بالك انا لسه ما جيتش جنب لبسك خالص انت كل مره بتجيب تي شيرت يعني اتمنى ان انت تكون بتغيرها في العربيه انت جايبها بس للبتاع والله لسه يعني انت عارف الجزمه طبعا عملت ايه الصوره بتاعت الجزمه انت متخيلت عليها طبعا ودخلتنا في خناقه وعملت لنا فيلم بينك وتعليقات وطب ميدو قصده ايه لا لا ده ده لقيت مرداش بيكلمني بيقول لي والنبي شيل الصوره قلت له ليه؟ يا ابني احنا على هوا بشكرك يا ميدو حازم شكرا جزيلا خلصنا النهارده نستنى الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله العالمي والثعلب مين هيحط على مين رجع الاسبوع ده الثعلب وابو قوه ولكن يبقى العالمي هو العالمي اشوفكم على الف ليه